كده بقى مفيش داعي اننا نذاكر تاني. خلاص البير هيحجج لنا كل اللي بنتمناه، وهنجيب درجات عالية من غير ما نتعب نفسنا. يعني أنا مش لازم أحوش عشان أشتري علبة الألوان اللي أنا عاوزها؟ البير هيجيبها لي؟ هاي هاي هنية، هاي هنية، هاي هنية. البير ده بيحجج كل الأمنيات، أكل وشرب وكل اللي عايزينه. شكلك بتحب الخيال العلمي قوي يا فارس. هو إيه اللي فارس بيقول عليه ده يا همام؟ لقينا بير بيحجج الأمنيات يا هنية. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا هنية؟ زي ما بقولك يا مسرات، بير بيحجج الأمنيات وهمام لجاه، وأول ما جاله انه عايز ياكل جم بعت له سمك مشوي. بير بيحجج الأماني وبيشفي العيان، تكانة أخت معروفية مسكت الواد ابنها وغطسته في البير، السخونية راحت ورجع يرمح تاني. بيقول لك انه بير مسحور من ايام الفراعنه، تطلب منه الطلب يحججه. وده بالهيروغليفي ولا بيفهم عربي؟ صدقني يا متولي، ابراهيم كان واقف بيقول نفسي اغير العربيه، رجع لقى عربيته الربع ناقل بقت مرسيدس. يا سلام، عباس طار وجمال اختفى، والواد نشأت بقى بيعرف يشيل حديد، والبت نوسه اتجوزت، مرجان لقي كنز ذهب والمصات، وسيد جان عقد عمل في النمسا. يا حلاوي، ابويا خاف وامي صغرت، انا عايز اروح له، وانا عاوز ابقى كريستيانو رونالدو، انا عايز اشرب منه، انا عايز استحمى فيه. عالبيه رايحين وهنعمل الملايين، عالبيه رايحين وهنعمل الملايين. مالكش دعوة انت يا بكار، وسع من طريقنا، احنا رايحين على البير. رايحين وهنعمل الملايين. يا جماعة اعجلوا يا جماعة، مفيش حاجة اسمها كده، دي خرافة. بكار يا تيجي معانا يا توسع من طريقنا، احنا رايحين نحجج امنياتنا. رايحين وهنعمل الملايين. بس الاماني بتتحجج بالتعب والمجهود مش بالخرافات. دي مش خرافة يا بكار، انت شفت بنفسك، بير الأمنيات بيحجج كل الأمنيات، مفيش تعب تاني خلاص بعد النهاردة. عالبير رايحين وهنعمل الملايين. استنى يا بكار بدل ما يدوسوا عليك، يلا يا جماعة. عالبير رايحين وهنعمل الملايين. عالبير رايحين وهنعمل الملايين. عالبير رايحين. الحجوا دول بيردموا البير. ليه ده بس؟ ابعدوا، انتوا مش عارفين بتعملوا ايه. حرام عليكم، ده انا دفعت مقدم فيلي. في ايه؟ انتوا ليه بتردموا البير؟ بير ايه؟ البير ده؟ ده مش بير. امال ايه؟ ده طرنش المجاري بتاع الصرف الصحي، حفرنا اول امبارح وما اشتغلش واتسد، فحنردمه ونحفر ونحط مواسير بعد ما البلدية عملت ميزانية. اخسر